اهلا بحضراتكم من جديد. ارجع طبعا ليك يا سندس، يعني ما شاء الله على سنك الصغير بس حققتي القاب وشاركتي في بطولات كتير. الحمد لله. قولي لنا القصه ابتدت ازاي، يعني ايه اللي حصل وايه ابتدى مشوار انضمامك للنادي الاهلي؟ والله هي كانت المفاوضات بين إدارة نادي الأهلي ووكيل أعمالي اللي هو زوجي، وبالطبع لا ثانية واحدة، أنت جوزك هو وكيل أعمالك؟ يعني أنتوا عيلة رياضية كلكم؟ عيلة رياضية الحمد لله. طب هو يعني زوجك معاكي هنا؟ معايا. طب يعني وكيل أعمالك وزوجك معاك؟ طيب بدأ الاتصال معك. تمام. ما لقيتش صعوبات للتعاقد مع فريق الأهلي لأنه أني ما كنتش مرتبطة بأي عقد في تونس حرة. تمام. خلصت عقدي، التفاوضات كانت سهلة جدا. أني جاوني كثير من العروض في فرق أوروبية، ونادي سابق كاستامون وحب أنه يجدد العقد معايا، بس أنا فضلت نادي الأهلي ولانه فريق كبير اكيد، يعني هذا حلم اني ارتدي قميص الاهلي وان شاء الله ننور النادي باذن الله. طب قولي لي، يعني انت كان في مثلا يعني اتصالات انت معاكي انت او حد من النادي، سواء مثلا كابتن يحيى يوسف المدير الفني، حد كلمك؟ يعني طبعا الاتصالات الرسميه مع وكيل الاعمال بيبقى برضه بيبقى في اتصالات مباشره مع اللاعب، مين اللي كان معاكي على طول باتصال؟ اكيد الكابتن يحيى هو اللي امن بقدراتي وعطي الثقه في لعبي، وان شاء الله اني حنوره باذن الله. حنوره يعني اشرفه. اشرفه ان شاء الله، اوعده اني اكون قد ثيقته ان شاء الله. طيب خلينا نقول برضو حته للساده المشاهدين، انا عرفت كمان ان زوجك لاعب كره قدم. ايه القصه؟ نحن عائله رياضيه الحمد لله، زي ما قلت يعني بالظبط. نفس التفكير ونفس التخمام، وهذا باش يكون يسهل حياتنا بالطبع. طبعاً. خاصه اني رياضيه، ويعني في البلاد العربيه المراه في الرياضه صعب انها تنجح. صحيح. تستمر. صحيح. خاصه صحيح. بعد الزواج، ولكن الحمد لله انا وزوجي متفاهمين وان شاء الله. طب هو بيلعب كوره برضو، يعني صانع العاب زي كده وسنتر هاف ولا سنتر هاف؟ شفتي بقى لازم بص يعني الحاجه دي بديهيه، يعني انت يعني هتلاقي برضو الفكر أكيد متقارب والدنيا أكيد. طب ازاي اتنين صناع العاب في البيت؟ طب بتبقى المشكله دي شويه ولا غصار؟ لا بالعكس نتفاهموا كتير، يعني فاهموا. لا بس أكيد. لا ده صانع العاب، هو في صانع العاب واحد لازم يكون فيه، يا اما انت بقى بتخليه هو صانع العاب البيت. لا اكيد الراجل دائما صانع العاب البيت. كده انت هتخلي المصريين يعني باصين لتونس باصه ثانيه خالص. بس خليني اقول انه طبعا يعني حته وجود يعني زوج وزوجته رياضيين. طب هو دلوقتي برضو اكيد هيبقى مرتبط بعقد، طيب هل مثلا بيفكر يجي يلعب في مصر ولا لا؟ اكيد هذا ما اني جيت لنا لمصر لانه يعني نظمت نظامي مع زوجي ايضا. هو راح يشوف فريق هنا وفي بعض الاتصالات وان شاء الله راح يخلص. طب يا رب كل ان شاء الله وتبتدي تبقى رياح لك كتير يعني. اكيد يعني بالطبع ان شاء الله. اتنقلتوا يعني كل يعني انت وزوجك جيتوا مصر وانتوا الاثنين تلعبوا في مصر، فده يعني حاجه حصري لينا احنا كبرنامج الابطال. يمكن ما حدش عارف الموضوع ده. طيب.